طيب اسلام بالنسبه لك بقى اني اصعب في الرسم، الشغل ده ولا الشغل التقليدي العادي اللي هو الالوان الطبيعيه او الوان البورتريه العادي او الوان الزيت الكلام ده كله؟ وكمان بالنسبه لك اني امتع؟ ده امتع. ده ما فيهوش جدال، ده حاجه مختلفه. وبعدين لما تحس ان انت بتعمل حاجه مميزه غيرك ما بيعملهاش، او لما تلاقي فنان كبير بيبص على لوحه زي كده بيحس ان ايه ده، ده في فنان بيرسم بطريقه مبتكره اكتر ومميز عني. فنانين كبار يعني بصراحه يعني ابدوا اعجابهم بالطريقه او الاسلوب اللي هو في الرسم ده، ده بالنسبه لي امتع طبعا واصعب في نفس الوقت.